بيتنا في مدينة القدس كان في حي القطمون. أعلى بناية بنيت كان فيها أول مصعد كهربائي. سنة 34 والدي شرى شقفة أرض عمر عليها أبناء يعني من طابقين. Violence and death ride the ancient streets of Jerusalem. وإحنا صفينا بلا بيت. قالوا له لا أنت غايب. أنت غايب. رجال كبير طويل عريض. سبع سنين لما تركت البيت كل الذكريات تبع البيت رجعت هيك مرة واحدة. دقيت على الباب قالوا له إنه هذا صاحبه مهندس معماري من النمسا تزوير للتاريخ نمساوي. مهتم في نوع من المعمار يستعمل الحجر الأحمر.